من يعني نجوم دور النهائي في بطوله الدوري دعاء غباشي. دعاء طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك. تحبي تقولي ايه طبعا بمناسبه الفوز النهارده؟ مباراه صعبه جدا جدا، يمكن طبعا بالاخص يمكن الظروف طبعا بتاعت المباراه اختلفت شويه، فوز او خساره في ثاني مباراه والفوز في مباراه النهارده. والله اول حاجه احنا جايين متحمسين جدا 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 ان احنا يعني الدوري ما ينفعش يخرج بره بيتنا، وجايين مستقتلين على الماتش وجايين كده كده يعني في حاجه كده ان شاء الله هنزلها انا كنت كاتباها في المحاضره بتاعه النهارده، بالدم بالروح الدوري مش هيروح. فاحنا بجد جايين من كل قلبنا بنعمل اقصى حاجه عندنا، وانا متاكده ان مفيش اي واحده من الفرقه بخلت باي نقطه عرق واحده ان هي تساعد الفرقه النهارده، وكلنا كنا بصراحه يعني قلب واحد وايد واحده، وهو ده كان سبب مكسبنا النهارده. وده كان باين في مباراه النهارده، شفنا روحك يا دعاء انت وكل لاعبات النادي الاهلي ما شاء الله، يمكن ده كان باين في اول مباراه بصراحه. يعني الحمد لله ان هي ظهرت، يمكن الماتش الثاني ما كانش قوي زي النهارده، بس احنا النهارده جايين مستقتلين ان البطوله دي بتاعتنا ومش هتخرج بره بيتنا يعني ان شاء الله. ولسه الدوري او لسه الموسم طويل، لسه في كاس وفي افريقيا طبعا. يا دعاء تحبي تقولي ايه لجمهور النادي الاهلي؟ ان شاء الله باذن الله زي ما فرحناكم النهارده نقدر نفرحه بكل البطولات ان شاء الله باذن الله، ونقدر دايما نسعدكم، بس يعني خفوا علينا شويه جماهير، خفوا علينا شويه والنبي. لا هم واثقين فيكم طبعا، وعارفين ان انتم ان شاء الله قد المسؤوليه سواء في بطوله الدوري او طبعا البطولات القادمه ان شاء الله، الكاس وافريقيا. ونروح بقى للدعم الاول ليكي طبعا يا دعاء بقى، صح؟ طبعا تحبي تقولي ايه لدعاء النهارده؟ والله والله الف الف مبروك. انا الحمد لله كنت واثق بجد ان هم يقدروا يعملوا حاجه ويكسبوا البطوله ديت النهارده. الاهلي مش بيقدر يخسر مرتين ورا بعض، وكانت المره اللي فاتت كان بس ما كانش يومهم، بس كنت واثق النهارده ان الماتش ده هيخلص 3-0 الحمد لله. بشكر حضرتك جدا طبعا، ومليون مبروك. الله يبارك فيك يا دعاء. شكرا يا حبيبي. طبعا مستمرين معاكي زميلتي مريم.